الموبايل ما فيهوش كاميرا أمامية، شاشة كاملة بدون نوتش. يلا بينا نعرف باقي التفاصيل. اهلا بكم في قناة موبي سي. النهاردة هنتكلم عن هاتف سامسونج A80 وهنتكلم عن مواصفات الهاتف بشكل كامل والمميزات والعيوب الخاصة بالهاتف، ده غير انه هوضح في اخر الفيديو سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر العالمي للجهاز. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو. مش شرط تشوف 5 فيديوهات عشان تعرف كل حاجة عن موبايل واحد، احنا هنا في قناة موبي سي حطينا لك كل ده في فيديو واحد، يعني من الاخر تقدر تشوف مواصفات وسعر ومميزات وعيوب الموبايل وكمان مقارنة بين الموبايل ده والمنافس ليه. هنبتدي بالشاشة. الشاشة بتيجي من نوع سوبر اميلود. الشاشة بتيجي بحجم 6.7 بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل انش. الموبايل شاشة كاملة وما فيهوش اي نوتش او حواف كبيرة، يعني حرفيا هتشوف الفيديوهات وهتلعب على شاشة كاملة، وده بسبب ان الكاميرا الامامية بمطور واللي هنتكلم عنها كمان شوية في الفيديو. اداء الشاشة ممتاز جدا بالنسبة للالوان والتفاصيل وكل حاجة كالعادة من سامسونج. الموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 730 بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة. المعالج اداؤه ممتاز جدا ومش هيكون في اي تهنيج او وقع فريمات خالص، وهتفتح التطبيقات بكل سلاسه وهتلعب الالعاب الثقيله بدون اي مشاكل اطلاقا. الموبايل بيجي بنسخه واحده وهي 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. بالنسبه للكاميرات ودي الحاجه المبهره والمميزه في الموبايل بقى، عايز اوضح ان هي الكاميرات الخلفيه هي الكاميرات الاماميه، لان في موتور بيطلع وبعدين الكاميرا الخلفيه بتلف بتبقى هي الكاميرا الاماميه. الموبايل بيجي ب3 كاميرات، الاولى 48 ميجا ودي الكاميرا الاساسيه، والكاميرا الثانيه 8 ميجا ودي للتصوير بعدسه واسعه، والكاميرا الثالثه والاخيره اسمها TOF 3D كاميرا، ودي وظيفتها التصوير ثلاثي الابعاد او 3D. الكاميرا الخلفيه بتصور فيديو بجوده 4K بمعدل 30 فريم في الثانيه، وبتصور فيديو بجوده فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانيه. الحاجه المميزه في الموبايل هنا بقى ان انت ممكن تفعل العزل او البورتريه اثناء تصوير الفيديو. الكاميرا ادائها ممتاز جدا وبتطلع تفاصيل كويسه جدا والالوان ممتازه، وبالنسبه لاداء الكاميرا بالليل بتطلع صور كويسه جدا وممتازه، ولكن للاسف الصور بيكون ممسوح منها تفاصيل كتير، وده بيكون علشان تقليل النويز او اللغوشه بالليل. البطاريه هنا بتيجي بحجم 3700 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع 25 واط. الموبايل بيجي باندرويد 9. الموبايل للاسف مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، وللاسف كمان مش بيدعم منفذ السماعات. ظهر الموبايل بيجي من الازاز، والحقيقه شكل الظهر جميل جدا والتصميم شيك جدا. الموبايل بيدعم مستشعر البصمه ومكانها في الشاشه. هنا برضو الموبايل بيدعم بصمه الوجه. مميزات موبايل سامسونج A80، ظهر الموبايل متين وشكله شيك جدا، شاشه كامله بدون اي حواف او نوتش، وده بسبب ان الكاميرا بمطور. اداء ممتاز للمعالج، هتاخد اداء ممتاز في صور السيلفي، وده لانها هتكون بالكاميرا الخلفيه زي ما وضحنا قبل كده. عيوب موبايل سامسونج A80، الموبايل لا يدعم الشحن اللاسلكي، الموبايل لا يدعم اضافه كارت ميموري خارجي، الموبايل لا يدعم منفذ السماعات. سعر الموبايل مبالغ فيه بالنسبه للي بيقدموه المنافسين. ودلوقتي هوضح سعر الموبايل في مصر وفي السعوديه والسعر العالمي للموبايل. السعر الرسمي للموبايل في مصر نسخه 8 جيجا رام و128 جيجا مساحه داخليه هو 10900 جنيه. السعر الرسمي للموبايل في السعوديه هو 2249 ريال سعودي. السعر العالمي للموبايل هو 536 دولار. واخيرا، هل الموبايل ده افضل حاجه في الفئه السعريه دي ولا في افضل منه؟ هونر 20 برو يعتبر منافس قوي جدا لموبايل سامسونج A80. عايز اوضح ان احنا عملنا مراجعه كامله لهونر 20 برو في القناه، ممكن تشوفها من الاي اللي هتظهر فوق او اللينك اللي هيكون تحت الفيديو. لو هنتكلم على الاداء، هنا هونر بيجي بمعالج كيرن 980 وسامسونج بيجي بمعالج سناب دراجون 730، وهنا التفوق هيكون لصالح معالج هونر. هنيجي للشاشه، وهنا هونر بيجي بشاشه اي بي اس وسامسونج بيجي بشاشه سوبر اميلود، وهنا التفوق هيكون لصالح سامسونج. هنا هونر بيجي بثقب في الشاشه للكاميرا، وسامسونج بيجي بشاشه كامله، وهنا التفوق هيكون لصالح سامسونج. هونر بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير، وسامسونج بيجي ببطاريه 3700 ملي امبير، وهنا التفوق هيكون لصالح هونر. هونر بيجي برام 8 جيجا ومساحه داخليه 256 جيجا، وسامسونج بيجي برام 8 جيجا ومساحه داخليه 128 جيجا، وهنا التفوق هيكون لصالح هونر. هونر بيصور فيديو بجوده 4K وسامسونج بيصور فيديو بجوده 4K، والاثنين هنا زي بعض. تعالوا بقى نشوف فرق السعر ما بينهم. سعر هونر 20 برو هو 10500 جنيه، سعر سامسونج A80 هو 10900 جنيه. توضيح بسيط، من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع ده هتقدر تقارن بين اي جهاز وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. رابط الموقع هتلاقيه في الوصف. وفي اخر الفيديو اتمنى تشاركونا الاراء الخاصه بكم في التعليقات في موبايل سامسونج A80. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.